قمح قلت ان في خطة 2030 ان احنا نوصل 65% من احتياجاتنا بحلول 2025، هل ده كافي؟ هل ده يخلينا نطمن؟ والقمح توجد عليه محددات في الواقع، هناك محددات لزيادة الرقعة المزروعة من القمح. نطمع هذا العام في أن نصل إلى 4 ملايين فدان زراعة للقمح بدلا من 3,650,000 فدان في العام الماضي. لكن القيود الموجودة على زيادة زراعة القمح هو أنه يوجد في الدورة الشتوية، والدورة الشتوية شديدة التنافس على المورد الأرضي، يزرع فيها البرسيم وهو محصول ضروري لحيوانات الفلاح. لكن الاستراتيجية التي ذكرتها لحضرتك، استراتيجية الزراعة المصرية المستدامة 2030، تستهدف خفض مساحة البرسيم من 1.5 مليون فدان الآن إلى 1.1 مليون فدان، وأن يكون ذلك الخفض لمصلحة زراعة مساحات أكبر من القمح، فقد يكون ذلك مفيدا لتجاوز تلك النسبة إن شاء الله. الأراضي المستصلحة الجديدة بنزود فيها، الدولة بتزود فيها المزروع من القمح؟ ذلك توجه رئيسي، وتلك كانت توجيهات مباشرة من القيادة السياسية إبان افتتاح الرئيس مشروع تشكى الخير في العام الماضي، ووجه سيادته بزيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل كبير، وتم ذلك بالفعل سواء في مشروع تشكى الخير 500,000 فدان، مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان في إطارها مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، مشروع استصلاح شمال ووسط سيناء 500,000 فدان، شرق العوينات مساحات كبيرة. كل تلك المساحات بها مساحات جديدة من القمح سوف تضاف إن شاء الله من العام المقبل بشكل كبير في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح. الجهود اللي الدولة بتعملها عشان تحقق الأمن الغذائي جهود كافية؟ هذه جهود كبيرة جدا، يعني ويقع في القلب منها في الواقع دور مركز البحوث الزراعية في مصر، أكبر صرح علمي زراعي تطبيقي في الشرق الأوسط، في اتجاهين رئيسيين: إما تطوير الأصناف من حيث إيجاد أصناف قليلة المكس في التربة، قليلة الاستهلاك للموارد المائية، ونحن كنا في رحاب مؤتمر المناخ الذي نجح نجاحا باهرا في مصر، وتكون الأصناف قابلة للتكيف مع التغيرات المناخية بشكل كبير، فضلا عن جهود المركز في تطوير مختلف المعاملات الزراعية. تلك جهود كبيرة في الواقع. مداخلة دكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. يا دكتور مساء الفل. الصوت بس بعيد يا دكتور. عايزين نطمن الناس على توافر السلع وعلى أسعارها. الحمد لله السلع متوفرة ومتوفرة السلع بتأجيل توفرتنا زي ما الدكتور كان بيتكلم. طيب هنتصل بحضرتك تاني عشان الصوت بعيد. دكتور أشرف، زي ما بنتكلم عن جهود الدولة، في شق تاني متعلق بدور المواطنين. دور المواطن ايه في ظل الأزمات دي علشان يحافظ على السلع وعلى الأسعار؟ في غاية الأهمية دور المواطن، الوعي، وعي المواطن. وقد كان وعي المواطن هو الأمر الذي يعني أدى بنا إلى اجتياز كل العقبات الماضية. وعي المواطن في غاية الأهمية. الوعي الاستهلاكي مهم جدا في بالعمل على يعني عدم وجود فاقد في السلع الغذائية. الوعي الاستهلاكي ويعني دوركم كدور وسائل الإعلام هو في غاية الأهمية في هذا السياق. ناخذ الدكتور عبد المنعم. يا دكتور عبد المنعم، طمني وطمن الناس على توافر السلع وعلى الأسعار. هو الدكتور قال لك يعني الدولة حريصة على دفع الإنتاج ووفر السلع والثمن والسلمة والوطنية. ويمكن خير الكلام في القمح، النهارده عندنا مصروف كامل منه، وعندنا النهارده احنا شهر 12 عندنا مصروف كامل شهر 4 زي المعشوق. دليل ان الدولة بدأت تطرح قدام منصة هيئة السلع التموينية القمح القطاع الخاص والأرض النازلة، وإنما فرض مصانع المقارونة والمكابل دي أكبر دليل على أن السلع متوفرة، وخاصة القمح اللي بيعتبر سلعة فرنسية اللي بتصدر منها في الوقت الحالي. في طبعا الدراسة التقليدية للدولة لزيادة كمية القمح المحلي
2 مليون فدان سنويا ان شاء الله او 2 مليون طن ان شاء الله. النهارده كمان لو اتكلمنا عن السكر دكتور عبد المنعم، الاسعار ممكن تزيد الفتره الجايه ولا نطمن الناس؟ لا، الاسعار الدوله حريصه على عدم زياده الاسعار، والدوله في ظروف عالميه بتضر العالم بنسبه 80%، ولكن الدوله حريصه على عدم رفع السعر بالتالي متاحه السلع وتوفرها بدل المنافس الحكوميه سواء الشركات الصناعيه التابعه للدور التمويل او منافس دور الزراعه او منافس جهاز الخطه الوطنيه تحيا مصر. أنا شاكر ليك يا دكتور، الصوت مش واضح الحقيقة. كنا بنتكلم يا دكتور أشرف، بنوجه رسالة للناس، اتفضل كمل. هو دور المواطن هام جدا في الواقع، وقد كان يعني للمواطن المصري دور كبير بحسه الوطني، سواء مثلا على سبيل المثال في مواجهة أي شائعات عن السلع الغذائية، هو يشعر بأن السلع موجودة ومتوفرة، لكن تتفاوت أسعارها كما أشرت حضرتك طبقا للمناطق وطبقا للظروف. أنا شاكر ليك دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، نورتني. شكرا لحضرتك أستاذ خالد والمشاهدين الكرام. وبنشكر كمان دكتور إبراهيم عشماوي كان معانا بالصوت والصورة، ويا رب نكون قدرنا نوصل لكم رسالة فيها رسالة اطمئنان، السلع كلها موجودة والأسعار إن شاء الله مش هتزيد، وإحنا كمان علينا دور مهم إن إحنا ما نخزنش، كل واحد فينا يشتري على قد ما هو محتاج، لأن مفيش مشكلة وإن شاء الله مش هتحصل مشكلة.